يقول: أديت مناسك العمرة ثم حلقت لمعتمر معي. نعم. ولنفسي. نعم. أديت مناسك العمرة ثم حلقت لمعتمر معي ولنفسي، فماذا علي، وهل تصح العمرة أم لا؟ إذا أديت العمرة بمعنى أنك طفت طواف وسعيت وبقي عليك الحلق أو التقصير، بقي عليك الحلق أو التقصير، لك أنك تقصر أنت من راسك، تأخذ المكينة وتديرها على راسك تجز منه، أو تخلي واحد غيرك يعمل هذا الشيء.